افتتح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 41 فعالياته مساء اليوم بفيلم الإيرلندي للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي الذي أدى بطولته ثلاثة من النجوم الحاصلين على الأوسكار هم الباتشينو وجو بيشي وروبرت دينيرو الذي شهد الفيلم تاسع تعاون له مع سكورسيزي أبرزها الاحتفاء بالراحلين من الشخصيات السينمائية التي رحلت خلال العام الجاري وفي مقدمتهم الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله المدير الفني للمهرجان والذي رحل في 12 من يوليو تموز الماضي على أن يعرض فيلمه وتسجيلي رابع أيام المهرجان في احتفالية خاصة بتكريمه كما يقام استعراض فني يحتفي من خلاله المهرجان بصناعة السينما. يذكر أن الدورة 41 للمهرجان القاهرة السينمائية الدولي تقام في الفترة من 20 وحتى 29 من نوفمبر تشرين الثاني الحالي وتشهد عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى بالإضافة إلى 84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وللمزيد ينضم إلينا من القاهرة آدم ياسين الناقد الفني. أهلا بك معنا أستاذ آدم. أهلا بك، مساء الخير. أهلا بك، مساء النور. طبعا كيف رصدت هذا الحدث المهرجان السينمائي في دورته 41 وما الذي يميزه الآن؟ والله هو في أجواء من التفاؤل كتير هذه المرة. يعني المسؤولين عن المهرجان هم مجموعة من ما يسموا بالسينيفيليين، يعني الهواة السينما حتى النخاع، ونقدر نقول هم الأبناء المخلصين للراحل يوسف شريف رزق الله اللي المهرجان بيهديله، يعني أو هو كان المدير الفني للمهرجان وعامل على هذا المهرجان، ربما يعني لم يحالفه القدر إن هو يكون موجود، بس كان موجود بشكل كبير يعني في التحضيرات وفي الاحتفاء به عبر أفلام تسجيلية، عبر جائزة باسمه، عبر ملصقات وصوره في كل المكان، حتى ان في لقطة طيبة جدا المسؤولين عن المهرجان استخرجوا بادج المشاركة في المهرجان باسمه وكأنه موجود يعني. فده بالنسبة للتحضيرات. بالنسبة لحفل الافتتاح كان مرضيا، ربما في بعض الناس انتقدت الأغنية اللي أدتها الفنانة أسماء أبو اليزيد، ولكن التقديم اللي أداها الفنان خالد الصاوي اللي هو أصلا فنان مسرحي قدير بعيد عن المسرح أثبت أنه عنده قدرة على الارتجال والحضور وتكريم واحد مخرج مهم جدا زي تيري جيليام، ربما هو مش مخرج جماهيري قوي ولكنه مخرج مهم جدا أمريكي إنجليزي برضه، يعني أدت المهرجان زخم، إلى جانب طبعا أنا شايف يعني وجبة دسمة جدا موجودة في سكادي أو قائمة الأفلام المعروضة. طيب سيد آدم، يعني ما هو حجم المشاركين في هذا المهرجان سيما وأن هناك مشاركة كما سمعنا من الجانب اللبناني بفيلم جدار الصوت ويناقش ربما هذا الفيلم أو يتناول الأحداث الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان، بالتالي كيف رصدتم حجم المشاركة ونوع المشاركين؟ والله هي يعني حتى الآن من مطالعة الأفلام المعروضة، في أفلام طبعا بتعرض لأول مرة في المهرجان، وفي أفلام اللي هي عرضت في مهرجانات ولكنها لم تعرض على الجمهور حتى الآن، يمكن المصري أو خارج الإطار المهرجانات الأوروبية. يعني عندنا أفلام لإيليا تيليمان، روي أندرسون، تيرانس مالك، يعني أفلام مهمة جدا، وفي أفلام كتير برضو في مسابقة سينما الغد اللي هي أفلام شبابية دي بتعرض لأول مرة، فهي في فرصة يعني ووجبة دسمة. ولكن يعني خليني حضرتك تقول مين حجم المشاركة، هو في احتفاء بالسينما المكسيكية، في عرض الأفلام كتير جدا، ومعروف إن السينما المكسيكية شبيهة إلى حد ما بأفلام الواقعية المصرية في فترة من الفترات يعني، ولكن السينما المكسيكية فيها طبعا أنماط وجار جديدة احنا لازم نشوفها، ففي احتفاء بالسينما المكسيكية. أما المشاركة في المصفى فلسه طبعا لسه، يعني أنا هروح هبدأ من الغد أشوف الأفلام، ما اقدرش اتكلم على افلام لسه ما شفتهاش،
بس انا بكلمك على الافلام اللي الناس نعم هناك يعني حجم كبير، عدد كبير من الافلام سيد ادم، يعني المهرجان بالضبط عدد سواء العرض 150 الاول فيلما من 63 دولة. بالضبط افلام العرض الاول اللي هي اول مره تعرض في هذا المهرجان، او سواء الافلام التي عرضت قريبا في مهرجانات ولكن لسه لم يتسنى عرضها للجمهور عادي يعني. بس احنا عندنا فيلم زي زافيرا مثلا، وهو فيلم مهم جدا، ده هيشهد عرضه العالمي الاول في المهرجان، فيلم روماني لمخرج مشهور جدا اسمه اندريا جروزينسكي، فده برضو مخرج مهم، وكونه يعرض اول مره عندك انت في المهرجان فدي حاجه مبشره يعني. الى حد كبير انا شايف ان الانطلاقه مبشره، وطبعا انت عارف في كذا، بس هي الفكره ان المهرجان شيئا فشيئا من ساعه الدورة اللي رأسها سمير فريد بقى يقرب جمهور السينما الحقيقي. فاكر زمان كان قصة ولا مناظر، وفي الجمهور اللي بيروح يشوف المناظر ومش جمهور، انما دلوقتي احنا بنتكلم على جمهور بيحب السينما. نعم. وفرصة ان المهرجان مقام في وسط، يعني انت ترى سيد ادم يعني انت ترى ان هذا المهرجان بدورته 41 يختلف ويتميز ربما عن مهرجانات سابقة؟ ايوه بالظبط، احنا بدانا من ساعه ما الراحل سمير فريد من حوالي كام سنه مسك دوره، ابتدى يخلي المهرجان يستقطب جمهور السينما الحقيقي، مش يبقى مجرد يعني. كان زمان نقول ايه، المهرجان ده افتتاح وختام، وقاعات سينما بتعرض افلام بيذهب ليها الناس اللي عايز يدوروا على افلام المناظر، او يدوروا على الافلام اللي فيها مشاهد جريئه، والكلام ده تناولوه في السينما بالسخريه عادل امام مثلا في فيلم من افلامه. ولكن شيئا فشيئا ابتدى سمير فريد عبر جداول منظمه افلام معروفه، مش افلام كان زمان مثلا تروح ما تعرفش الفيلم الا عند باب السينما يعني. كان في مساخر بتحصل في الدورات القديمه من 10، بنتكلم على 10 و20 سنه يعني، انما دلوقتي احنا بنتكلم على مهرجان بيحترم المشاهد، بيحترم الرائد بتاعه، بيستقطب محبي السينما الحقيقيين. واضح. اما بقى ماذا بعد، او لماذا دايما السؤال بيتكرر، لماذا لا يوجد فيلم مصري قوي عشان ينافس في المسابقه الرسميه او يفرض نفسه، دي حاجه يسال عليها السينمائيين المصريين او المنتجين، مش المهرجان اللي هو مش لاقي فيلم مصري قوي، او ربما بعض المخرجين المصريين بيفضلوا مهرجانات ثانيه يعرضوا فيها ربما فيها مكاسب مادية أو ربما أكثر. فعشان كده نعم هو سؤال يطرح في النهاية، دايما دايما كل سنة بنقول أين الفيلم المصري، أو مش فيلم ده، أنت في مصر المفروض يكون في نعم. واحد واثنين ثلاثة أربعة وخمسة في المسابقات الرسمية، أو المسابقات، أو يبقى عرض أول للناس مهرجانك الأساسي. نعم بالتأكيد هذا سؤال يطرح طبعا. نعم شكرا جزيلا لك في النهاية على هذه المشاركة سيد آدم ياسين الناقد الفني، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ثم نعود بعده لنواصل فقرات هذه الحلقة، ابقوا معنا.